محافظة الوادي الجديد بتشهد حملة مكبرة لمكافحة سوسة النخيل في أكبر مبادرة تم تدشينها. تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لمكافحة سوسة النخيل، وده للحفاظ على الثروة الزراعية من النخيل وإنتاجية التمور بالمحافظة. المبادرة بتستهدف حوالي 400 ألف نخلة، ده غير توعية طبعا المزارعين بالطرق والأساليب العلمية للمكافحة، وبيتم تنفيذها بالتعاون ما بين المحافظة ومديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية. نتعرف على تفاصيل أكثر على الهاتف معنا الدكتور محمد مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد. صباح الخيرات يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على السادة المشاهدين، كل سنة وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب. طبعا المبادرة مكافحة سوس النخيل، عايزين نقول لحضرتك ان عندنا دخلنا حاليا تعداد النخيل عندنا وصل 4,000,003، يعني 300,000 نخلة. طبعا على مستوى الجمهوريه وعلى مستوى الوادي الجديد بس المحافظة. احنا محافظتنا اكبر محافظه في منتجة تعداد النخيل. احنا طبعا كان عندنا في قبل مبادره السيد رئيس الجمهوريه في 12/1/2019 كان عندنا حوالي 2.5 مليون نخله، واطلق سيادته مبادره بزياده اعداد النخيل الى 2.5 مليون نخلة أخرى ليصبح 5 مليون بانتهاء عام 2025. طبعا المبادرة الأطلقت أطلقها معالي السيد المحافظ في أواخر ديسمبر الماضي. قسمنا محافظة الوادي الجديد ل40 قطاع على مستوى مراكز المحافظة. طبعا في مراكز ما فيش فيها سوسة الحمد لله زي مركز بريد، الحمد لله. عندنا مراكز الخارجة وبلاط وموط والقصر والفرافرة. قسمنا المحافظة إلى 40 قطاع. بدأنا في ابتداء من شهر ديسمبر بسبع قطاعات المرحلة الأولى، المرحلة الثانية كان سبع قطاعات. المرحلة القادمة اللي هتبدأ إن شاء الله أوائل أغسطس حوالي 11 قطاع. الفكره بالظبط ان احنا بنقوم بعمليه فحص النخيل وعلاجه من خلال جهاز هيدروليكي بيتم فيه ضخ كميه من المبيد على لمكافحه هذه السوسه. طبعا احنا بنعمل اختبار، كل قطاع بننزل فيه بنجيب منه 2 حاقنين، تمام. وبيبقى معاهم مشرف وبيبقوا زي نقطه اسعاف موجوده في القطاع. ده جميل. بمجرد اي بلاغات بتيجي من المزارعين، سواء احنا برضو بنعمل عمليات فحص وعلاج، بيبقى متواجد عدد ايام في الاسبوع من السبت. ده طبعا بيزود او يعني بيصب في زياده انتاجيه هذا المحصول المميز جدا في الوادي الجديد. عايز اسال حضرتك كمان فكرة الإرشاد الزراعي، توعية المزارعين بخطورة مثل هذه الآفة أو السوسة، وإزاي ممكن مواجهتها عشان أحافظ على هذا المحصول وأعظم كمان من إنتاجيته. هو حضرتك دور الإرشاد مهم جدا جدا، وده بدأنا بيه من يعني من سنتين تقريبا، من 2020 بدأنا عملية الإرشاد. كنا بنزور المزارع، احنا عندنا كنا بنروح نصلي معاهم في الزاويه او الجامع اللي موجود في البئر، وبنبدا نلتقي بالمزارعين واولادهم ونفهمهم ايه موضوع حشره سوس النخيل وخطورتها، وبعدين نجيبهم في دوره تدريبيه ارشاديه، بنجيبهم عندنا في محطه البحوث الزراعيه او مديريه الزراعه، وبنبدا نوريهم سوسة النخيل وأضرارها والممارسات الزراعية الخاطئة اللي بتسبب دخول سوسة النخيل. سوسة النخيل مشكلتها إن هي بتيجي على الجروح، سواء العمليات التأليم الجائر، سواء طبعا فصل الفسايل من قعدة النخلة، فده بيبقى مداخل. طبعا في ريحة اسمها ريحة الكرومون اللي بتخرج من عملية القطع، فبتيجي على هذه الرائحة وتبدأ تصيبها. أيضا عمليات أثناء عمليات الدلاوث العراجين بيحصل زي مزق بسيط جدا جدا، فبيكون مدخل لسوس النخيل الحمراء، وبالتالي بتعمل إصابة قمية، ودي من أخطر الإصابات، لأنها بتخش على الجمارة اللي هي تعتبر قلب النخلة، فبيبقى في مشكلة جدا جدا. وطبعا بتبقى قلب النخلة فوق على النخلة، من فوق بتبقى بعيدة عن المزارع، ما بيبقاش شايفها، ما بيشوفهاش الا ساعة لما بيجي يجمع المحصول او بيقطع العراجين على اساس حصاد المحصول.
فبتبدا تظهر الاصابه، وطبعا بتبقى الاصابه بتبقى سريعه جدا جدا، وبتبدا ممكن تموت النخله في غضون 6 شهور. فاحنا الحمد لله عاملين خطه كبيره جدا جدا للقضاء على سوسه النخيل، وان شاء الله بامر الله تعالى كل شهر بندخل قطاعات ما بين 7 و11 قطاع لغايه لما نوصل ل 40 قطاع، وان شاء الله بنهايه ديسمبر 2024 هنكون كل قطاعات المحافظه متواجدين فيها، ومش هنسيب القطاعات دي، يعني هيتواجد برضو الاثنين الحاقنين مع المشرف الزراعي اللي عندنا من مديريه الزراعه، بحيث ان هي اول باول بيكون في ان شاء الله مكافحه، وان شاء الله نتمنى ان احنا بحلول العام القادم نكون قللنا الاصابات، قضينا على سوسه النخيل الحمراء ان شاء الله. ان شاء الله. اي مزارع بقى ازاي يقدر يقدم ويستفيد من المبادره دي يا دكتور؟ هو حضرتك المبادره طبعا كابتن المحافظ ان احنا بنحقن له مجانا جهاز الحقن، ايضا بنقوم بعمليه المكافحه بالكامل مجانا، وهو بيرش الرش الوقائي طبعا في طبعا حسب توصيات وزاره الزراعه. احنا المزارع بنبقى جنبه بمجرد ما طبعا لما بيكون في 2 حاقنين موجودين في القطاع، القطاع ده ممكن بيبقى فيه حوالي 50,000 نخل، القطاع الواحد بيبقى متوسط تعداد النخيل فيه 50,000 نخل، فبيبقى احنا لو احتاجنا مثلا في قطاعات فيها اصابات زياده بنضيف 2 لغايه لما الامور تستقر، ونبدا برضو ايضا ان احنا نشتغل في عمليات مكافحه زياده، بحيث ان احنا او حقن النخيل المصاب على اساس ان احنا نتخلص. اذا اي مزارع في القطاعات اللي حضرتك ذكرتها في المحافظه يقدر يستفيد من هذه المبادره، وايه اللي هي مجانيه تماما، حقن النخيل للحفاظ عليه. كل شكر ليك الدكتور مجد المرسي وكيل وزاره الزراعه بالوادي الجديد، شكرا جزيلا ليك.